اما هلا حنروح لاولى مساحاتنا وحنروح لنحكي عن الحروق. اكيد ليلى كثير مننا بنتعرض لحروق، الناس كلها يعني معرضه باي لحظه انه نتيجه اي خطا باستخدام المطبخ، خاصه ايام الشتويه، ولكن احيانا بيكون هذا الحرق ممكن يكون سطحي وبيروح عن طريق المرممات، عن طريق المشدات الطبيه، وفي بعض الاحيان وحسب درجه الحرق بياخذ ايام وبياخذ شهور وممكن يخلف ندبه. طبعا هاي الندبه ممكن تترك اثار سلبيه كتير إن كان على نفسية الشخص إن كان على المظهر الخارجي. اليوم رح نحكي بهذا الموضوع أكثر ونعرف نحن كيف قادرين نرمم هذا الحرق من دون ما نترك أي أثار. صحيح رشا، وهي الآثار ما ممكن إنها تتلاشى تماما، لكن كتير في من الأساليب والطرق لتصغير شكل حجم الندوب وشكلها. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة منال الخياط، استشارية تغذية علاجية ونباتات وأعشاب طبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً. اليوم عم نحكي عن موضوع، وخاصة هلأ أيام الصيف بزيد أحيانا الحرق الشمسي بيعمل ندبة بالجسم بالوجه. خلينا بداية نعرف طبيا بمعنى الندوب. هلأ حرق الشمس هو ما بيعمل ندبة لأنه هو بيكون كلف سطحي بيعمل تصبغات، هذا شيء تاني يختلف تماما. بس نحن مثلا الحروق اللي بيجينا مثلا طفل وقع بطنجرة، طفل مثلا محروق بالنار، في حروق كيماوية، في حروق تختلف أشكال الحروق، هي فيها درجات، فهي فيها درجة من الدرجة الأولى للدرجة الرابعة. كل ما زادت الدرجة يعني تاني عميق، ثالثة رابعة، فهون نحن حكما بصير عنا نسبة ضياع مادي بالأنسجة، وبالتالي بعد ما تترمم بتطول مرات لتسكر، فبتشكل ندوب، والندوب بشعة جدا وقاسية جدا، وممكن هي الندوب تبقى ممتدة وممكن تاخذ حد معين، فهي لازم هي تتعالج، لأنه ممكن إذا أجت عند أماكن المفاصل مثلا فهي بتعمل تحدث حركة، ولذلك لازم تتعالج لحتى ما يعني ما يصير عندي خلل باستخدام العضو. يعني لا سمح الله مثلا ممكن حرق يصير عند المرفق، فبيضل المرفق بهالطريقة، بيجي الشخص بده يمسك كاسة ما بيقدر، فنحن لازم نخلي له هيدي الآلية. هذا بيتعالج بالمشدات والزيوت الطبية، هي بعد ما يطلعوا من المشفى بتطبق مشدات بضغط معين، وبالتالي مع زيوت معينة بتخترق الندبة. لما هي الزيوت بتخترق الندبة بتخلي مجال انه تصير طرية قابلة للاستجابة على الضغط، فلما بتستجيب على الضغط بتلاقيها شوي شوي بتتلاشى. أنا أرفقت صور ما بعرف إذا أكيد رح نستعرضهم خلال لقائنا. تماما، فبهالطريقة بياخد مدة العلاج حسب العمر، كل ما كان طفل بيكون نتيجة العلاج أسرع، كل ما كان حتى عمر الندبة كل ما كان بكير نتائج العلاج بتكون أكبر. ممكن ينضف لبعض الحقن الكورتيزونية، طبعا هي بالمشافي وعند الأطباء، فهي بتكون حالة للألياف وبتعطي نتائج كتير منيحة. حضرتك عم تحكي عن طرق العلاج، في كل حرق يمكن له طريقة علاج معينة أو حسب المادة اللي محروق فيها، حسب الدرجة. خلينا نحكي أكثر عن أنواع الحروق وطرق علاجها. هلا أنواع الحروق مثل ما قلت لك هي تختلف، يعني بين حروق كيماوية بين حروق شعاعية. هلا مرات حتى اللي بيعملوا أشعة مثلا مشان أمراض سرطانية بيتعرضوا لحروق، فكمان هي بدها نفس المبدأ العلاج. هلا مبدأ العلاج بالكل بالندوب حصرا، كوني أنا تخصص هذا الموضوع، هي تقريبا كلها مثل بعضها. هلا من ضمن الشغلات اللي كمان بدنا نهتم فيها مثل ما قلت لك في زيوت نباتية خاصة ومستخلصات خاصة بتتركب، هي لما بتخترق الندبة بتعطيها طراوة، فمهما كانت الندبة سميكة بنقدر نحصل على علاج. تتراوح مدة العلاج من شهرين ثلاثة للسنة حسب الحرق. بس تمام، فأنت في هلأ بالصور ممكن نشوف في شيء بخمس أيام بتلاحظي الفرق كتير كبير، بس هذا بده سنة. يعني أنا ما مو مجرد ما لبسنا المشدات نحن بنرجع فورا والله لقينا تحسن منوقف، لأنه هي فورا يعني عكوسة، فأنا بدي استمر بالضغط لحتى أحصل على سطح أملس وتتلاشى
والزيوت والنباتات الطبية لها دور بتوحيد اللون. يعني مثلا ما بتعود ندبة كيف بدي لك لونها مثلا واضح، ما بتعود ملفتة للنظر. كمان لها دور بانه ما تكون حاكه، الندبه بتكون حاكه ونتيجه الحكه بترجع بالتعلم. يعني مثلا في ندبه وحك الطفل او الولد ورد جرح حاله ورد طلعت ندبه فوق الندبه، فهي كثير مزعجه. وطبيعه الندوب تختلف حسب لون البشره، كل ما كانت البشره فاتحه بتلاقيهم مؤهلين غامه مؤهلين اكثر للندوب. وهي طبيعه جسم، حتى مثلا الندوب بتصير بعد العمليات القيصريه، بعد عمليات متعددة طريقتها لها علاقة بإغلاق الجرح إذا كان جرح تجميلي، لها علاقة حتى لو جرح تجميلي ممكن تلاقي أجسام هي بتشكل ندوب، فكلياتها تتعالج بنفس الطريقة. فينا نقول حسب العمر كمان، ما العمر بيلعب دور ب مادة الكولاجين ايضا، لا بيلعب دور ب كيف بدي لك بمرحلة الشفاء اكثر. لما بتكون يعني كل ما كانت الاعمار كبيره، خلينا نقول لما الكولاجين عم بيخف، هي فرط نشاط كولاجيني وبيتليف بسبب هيدي الاشكالات. ولذلك بس هلا نحن كثير مهم، كل ما طول الجرح بيعمل ندبة أكثر، فنحن لحتى نساهم هي ما كتير يعني كيف دي لك أساسية أنه طول أو ما طول، لأنه هو حسب مساحة الجرح أو الحرق. في نمط تغذوي لازم ندخله لحتى نسرع بشفاء الجروح. كتير لازم نركز على موضوع البروتينات، يعني مثلا البروتينات مثل اللحوم، والبروتينات الحيوانية أكثر من البروتينات النباتية، لأن البروتين الحيواني هو بيمتص بنسبة 96%، البروتين النباتي 65%. البروتين النباتي هو عبارة عن له آليات تانية بتستثمر للعضلات والبنية عموما، أما البروتين الحيواني هو بيتدخل بتصنيع الخلية DNA، فهو كتير مهم لحتى يساهم بالترميم بسرعة. ولذلك منلاحظ نحن أنه كتير بيركزوا بعد العمليات الجراحية أو بالحروق على مثلا أكل اللحوم، الأسماك، اللحوم، الجاج، حسب الإمكانية المادية. هاد كتير بيساعد بالشفاء السريع. نعم. طيب خلينا نروح دكتورة، أنت عم خلال حديثك كنا عم نستعرض الصور اللي حضرتك بعتينا إياها هون، وشفنا اليوم أطفال، يعني معظم الحالات كانت أطفال. يعني خلينا نروح للآثار النفسية. كثير من الأشخاص وقت اللي بتبقى هاي الندبة ممكن تعرضهم لخجل بين الناس، تنمر، يعني خاصة إذا ما كان في الإسعافات الأولية الصح. يعني وأكيد نعرج على هاي الفكرة، الإسعافات الأولية أحيانا بتكون هي سبب وجود هاي الندبة، يعني الاستخدام الخاطئ للإسعاف. خلينا نحكي عن الآثار النفسية، ونحن بحال حدوث أي حرق بغض النظر عن الدرجة، بغض النظر عن العمر، أول إسعاف شو لازم نساوي؟ في ناس بتروح بتحط طحين، في ناس مي، في ناس كريم، في ناس ثلج لتبرده. هلأ هو أول إسعاف بيحطوا تحت المي الجارية، بس المفروض تكون مي نظيفة حنفية. تمام. هلأ إذا حالات حروق الشمس، مباشرة بينشر السيروم ملحي من الصيدلية وبيصير بيتغسل فيه، فهذا له دور معقم، لأنه هو بالضغط الحلولي بيطلع كل شيء إنتانات لبرا بسبب التركيز الأعلى برا، فهذا من ضمن الآليات اللي هي بتجفف الحرق وبتساهم فيه. طبعا هيدي الإسعافات يفضل هي تتدخل فيها المشافي حصرا، يعني مباشرة لما عندي حروق صعبة وعميقة، مثلا في ناس تحط قهوة على الجرح، في ناس تحط معجون سنان، هذا كلياته غلط. ولكن فينا إذا كانت حروق سطحية بسيطة، الأم تحتفظ بكيس نشا مثلا أو طحين تحطه بالفريزر، فهذا مباشرة إذا رشته إذا الحرق سطحي بيجفف الجرح بطريقة أفضل ممتازة. من المي. كيف بدها تميز أنه سطحي؟ نحن بنشوف هاي الشائعة كتير أنه بيروح لاستخدام الطحين بشكل عفوي. يعني تمام. بغض النظر هنا ما عندهم هاي الثقافة أنه هي أي درجة اليوم الحرق. يعني هلأ لما بيكون حرق كتير،
يعني هي مستحيل يعني ما رح تعرف بيبين عليها مباشرة. أما حرق مثلا صغير لإيد هي لدعت إيدها بمكواية بفرن بشي مباشرة فيها كيس لطحين تطلعه تحطه تتركه ينشف بيرمم حاله بحاله الحرق. حلو. زلال البيض تفقس بيضة والزلال تخفقه شوي وتحطه شغلات بيرمم بشكل خيالي. إذا عندها ألوفيرا مثلا ممكن فورا تقطعه وتحطه كمان تاخذ المادة تبعه تحطها. يعني هي الشغلات السريعة اللي قدر الإمكان ما بتترك نتبه. هلا إمتى بيترك نتبه وإمتى ما بيترك نتبه؟ لما هو الدرجة الأولى والثانية هذا ما بيترك نتبه، بس في الثانية العميق يعني هو طب عدة طبقات للجلد لما بينزل زيادة الحرق حكما بده يترك نتبة، ولكن هي سهلة العلاج يعني بطريقة معينة بطريقة تدليك معينة بزيوت ممكن طبية. هلا حنعرج عليها، خلينا بس شوي هيك نعرج على الموضوع النفسي. يعني الموضوع النفسي هلا الحروق البسيطة ما بتشكل، في ناس على حرق بسيط ضلت اللي باين ومدري شو، فأنا بتطلع انه كثير شغلة بسيطة قدام الحروق الكبيرة. الموضوع النفسي خاصة لما بيكون بالوش للطفل، للأسف في أطفال بتكبر ومأثر فيها وبتبطل مدرسة، وهذا شيء محزن. أنا كتير بشتغل على هذا الموضوع إنه معلش روحي على المدرسة، وبحاول شجعهم يعني بحاول أشتغل دائما على هذا الجانب. مرات بقدر، هي حسب شو بيعلق بذهن الطفل، حسب البيئة كيف هو الأهل بيتعاونوا معي. في أهل بيكونوا زعلانين إنه تركوا المدرسة. في شاب من زمان عالجته كان يعني بينه وبين الانتحار خطوة، فوقت عم يقول لي إنه أنا يعني مين بدأ تأخذني مين مدري شو، قلت له ليش ما حدا راح حاطط على راسه خيمة، ممكن أي حدا يتعرض للحرق. فبعدة زيارات إجا جاي معه صبية، قال لي دكتورة بتعرفي مين هي؟ طلعت له مين؟ قال لي زوجتي. قال لي كلامك أثر فيني وهي قبلت فيني. قلت له مو غلط، الإنسان مو بس شكل، الإنسان روح، الإنسان تعامل، الإنسان كرم، في كتير شغلات بتغطي هاي العلاج. فبده يشتغل الواحد على الجانب النفسي بهذا الموضوع. خلينا نرجع نحكي عن موضوع الندبات، كيف هي بتتشكل بشكل طبيعي وكيف ممكن انها تتعالج؟ مثلا في ندبات بتكون قديمه، يعني انا ما عالجتها ضلت هي الندبه، ممكن انها بالعلاج ترجع تروح ولا لا خلص ما بقى فينا نعالجها؟ هلا في ندبات انا بتجيني مرات بيكون لها 4-5 سنين وفي ندب كبيره بتبع نفس الطريقه، ولكن ما بتكون نتائجها مثل ما تكون الندبه فتيه. بس باللون بقدر بتحكم. بعدها ممكن هلا في شيء شائع هو جيد، ولكن الاعمار خلينا نقول فوق 16 وال 18 الليزر يلي هو له طريقه تقشير البشره، ويعني هي التقشير بيعتمد على حرق الطبقه السطحيه وترميمها بشكل متعدد. بتذول تماما ولا بتخف فقط اذا كانت قديمه؟ إلى علاقة بطبيعة الجسم ولا علاقة بطبيعة الجسم. بس أنا لما بيجوا لعندي أنا بشتغل للدرجة اللي خلي يعني إذا أنا رجعوا لعندي مرة تانية أنا ما بحذر إذا في حرق ولا لا. يعني أنا بتخربط شخصيا، بيقولي بكل العلاجات اللي بقدمها ما بس هو الحرق، بس هذا إذا المريض تابع. في مرات بيكون عندك أطفال عنيدين المشد غليظ وله ضغط معين، يعني 40 ملم زئبقي بيطبق حسب معادلة للقماش، وهو بيكون طبقتين وكل فترة بده يتضيق لأنه إذا ما ضيقنا فبيصير مثل قلته يعني فاضي. هي المشكلة إذا ما التزموا الأهل هن بيأثروا على الطفل وبيخلوا الندبة لفترات طويلة. بس في ناس هي بتكون كتير الموضوع النفسي مأثر عليها فبتلاقيها هي عم بتلاحق هذا الموضوع. كأشخاص كبار محروقين، كأطفال بتلاقي الأمهات هي بتقلي بنت بلا أنا بنت ولا ولد، بالأخير ما في موضوع نفسي يعني صح. أنا بدي أشتغل عليه لحتى خليه يتحسن. بعد تلبيس المشد معي أنا بين 5-10 أيام شوف نتيجة 40%،
نتائج جدا حلوه جدا جميله عن جد. انا في يمكن من ضمن الصور اللي عرضتوها هلا صوره فخد هذا عمره 5 ايام. الام يعني انا مثلا بقول لها دهني الزيت كل ساعتين. طبعا في زيت رقم 1 وزيت رقم 2. الزيت رقم 2 فيه 8 زيوت خلطه، انه دهني كل ساعتين. وبعطيها طبعا مراهمة معينة بتشتريها من الصيدلية، فبلا بالليل بتدهني آخر دهنة وبتلفي وبتلبسي المشد ولا تاني يوم الصبح. طلعت عم بنقدمه محروقة على بنتها، وحرام الندبة، ما حدا قال لأنه في مشدات. لذلك أنا هون بقول دائما الندب بتتعالج بالمشدات والزيوت. مشد خاص بالحروق، خاص وبيتفصل كيس باي كيس، حالة حالة لكل شخص. يعني اللي بيزبط علي ما بيزبط عليك، ما بيزبط عليها ما بيزبط على أي كائن، يعني حالة حالة. فالمهم طلعت الأم قد ما محروق قلبها عم بتفيق بنتها كل ساعتين بالليل. قلت لها لا نامي وارتاحي. قال لا أنا بديها تطيب. بالفعل أنا النتيجة اللي شفتها وقت إجت لعندي عملت لها واو. قلت لها أنا تفاجأت، 5 أيام يعني إجت عم تقول إنه كتير المشد فضي. قلت لها معناتها الندبة متحسنة. لما اجت انا تفاجأت يعني. فنحن في علاج ولازم نهتم بهذا الموضوع ونلفت نظر للأهل، ومو اي حدا بيعطيك العلاج الصح. ما بدي اعمل انا ترويج صراحة، بس التجاري اذا ما كان هي في خطة علاجية لازم تتابع، بتاخذ مدتها سنة، بتكون المراجعات مثلا اول 5 أيام، بعدين 10 أيام، بعدين 20 يوم، بعدين بتنعطى مسافات طويلة. في ناس بتكون على سفر، يعني حتى هذا المشد له آلية بتضييقه. الحبكة بدها تكون لبرا، ولما بدي ضيق بدي ضيق بضغط أعظمي وأطلع فيه ضغط أقل. يعني كتير هي شغلة صعبة، مو أي حدا تحت إشراف طبيب مختص يمكن أفضل يعني ما هو أو تكون الأم أخدة فكرة كتير. يعني هلأ أنا كتير يعني بشتغل وكتير بعلمون على هذا الموضوع، خاصة هلأ بضمن الظروف بيجيكي من المحافظات يعني شوية صعبة. هلأ أنا بحاول أعلم كتير، بنبه وبلا بعتيلي على الواتس وهيك. لما بيشوفوا الموضوع هن صعب وبيخافوا، لأنه كمان ما عاد في شيء رخيص، بتقلي لا بجي مشوار طريق لمرة معلش أنه أنا إذا بنتي بتستفيد. فيعني هي تعاون بالأخير، كل العلاجات تعاون بين الأهل وبين والمريض والجهة اللي عم بتعالج، إن كانت طبيب أو يعني تجهيزات طبية علاجية. مع انه كثير بنلاحظ انه بالفترات الاخيره يعني يتخلص انه نحن عندنا علاج معين للحروق، هذا النوع من الكريم هذا يعني موجود عندنا، لا منروح لعند طبيب مختص ولا على الصيدليه، بنعالج لحالنا. حتى كثير هلا عم تحكي على المشد انه بيقولوا لا خلي الحرق مكشوف بينشف وبيطيب اسرع. بخلي الحرق مكشوف المتعارف بالبدايات طبعا انت بدك تخلي بغض النظر عن درجه دكتوره. هلا لما تكون درجات كثير كبيره ومساحات كبيره هي حكما بدها مشفى، وعندك مشفى المجتهد بيعالجوا بيشتغلوا بطريقه رائعه وبينظفوا بالخل اللي هو اكثر شيء بيعقم. حتى نحن هي ما ذكرناها فينا نذكرها، بيحرق بس لما التنظيف بالخل ما بيترك اثر بطريقه كثير رائعه. يعني هو اهم شيء انه نحن ما نترك، ما يعني بنترك مفتوح طول ما هو جرح عم يتعالج. بس بلش نحن يصير ندبه هون دورنا ببلش دكتور. بصير المشدات، بس هي ما انه هي بتتركه، هي المشدات نفوذه يعني ما بتتركه ما يتنفس. طيب دكتورة خلينا هيك بالدقيقتين الأخيرات، أحياناً منروح للتركيب العلاجي الطبيعي اليوم. صح. في كتير ناس أطباء مشرفين صيادلة بيروحوا للتركيب خلطات بتكون مساعدة، شو رأيك طبياً بهاي الأنواع؟ لما بيكون طبيب ولما بيكون صيدلاني أوكي، وخاصة صيدلاني لأنه كصيدلة نحن كتير مندرس كيمياء وكيمياء حيوية وكيمياء أعشاب وهي وكيمياء عقاقير، يعني نحن فايتين وانفولف كتير بهذا الموضوع. فهو ايه بيعطيكي شيء صحيح، اما ما بدي اشوف انا ناس عم تحكي
بشغلات تجارية أنه شوفوا هذا الكريم بيبيض وهذا الكريم منخاف، لأنه حتى هدول لهم آلية استعمال ولهم زمن استعمال. يعني في كريم مثلا أنا بوصفه مرخص ومن وزارة الصحة، هذا عياره 10 دقائق الصبح بيتعرض الواحد للشمس، ما بيصير يستعمل عدة مرات. فكل شغلة إلى أسبابها. بتطبق على إيديك دكتورة؟ هلأ أنا بطبق على إيدي وبوصف شيء من الصيدليات الموجود، بوصفه من الصيدلية. ليش؟ يعني متاح ومرخص من وزارة الصحة، وما بترخص شيء من وزارة الصحة هيك عن عبس. أكيد. فيعني أنا بالنسبة إلي أنا مرتاحة ومريضي مرتاح لما بتكون مادة موجودة. هاي أهم شيء تكون موجودة المادة. هلأ في شيء ما له موجود، في إضافات أنا درستها، في إضافات أنا مثلا لاحظتها قبل ما أجرب على أي حدا، بجرب على حالي بأي خلطات ونباتات وأعشاب. مثلا بعمل خلطات للذاكرة، خلطات للكولون، خلطات للوزمات اللمفاوية، للتنحيف، للشعر، كله بجربه على حالي. بده ينتبه الواحد يميز. بجربه على حالي يعني مو مرة ومرتين. يعني مثلا خلطة الشعر أنا مجربتها على حالي صار لي شي سنة ونص. حلو. شو كانت النتيجة؟ طول شعري صار شعري لهون. وبيعطيه لمعية، بيعطيه طول، بيعطيه نضارة. دائما الواحد يرجع للطبيعة، يمكن هي الأفضل. طبيعة رائعة، حتى بألمانيا، حتى بأي دولة بالعالم كتير راجعين للطبيعة. بعدين نحن عندنا شركات هون بسوريا كتير عندهم منتجات ونباتات طبيعية. منتجات طبيعية، معامل عم تشتغل على هذا الموضوع. طيب ليش نحن ما نستثمرهم؟ يعني عندك مثلا منتجات للمفاصل رائعة، جربتها على والدتي، كتير كتير شيء رائع. في أشياء طبيعية. يعني مثلا غير موضوع الكلس تبع البيض أفضل بكتير من حبة الكلس اللي بتاخديها له. لأنه كلس البيض إذا أنت جبتي ونظفتي وطحنتي وعصرتي عليه ليمونة ونشفتي رجعتي بعدين استعملتي، أنت عم تاخدي هون سترات الكالسيوم. أما اللي بالصيدلية كربونات الكالسيوم، كربونات الكالسيوم ممكن تعمل بحصة، سترات الكالسيوم ما بتعمل بحصة. صحيح. دائما الأشياء الطبيعية هي لها فائدة ودور كبير بأي علاج. أهالينا والقدماء كانوا يستخدموا كل هيدي القصص. أكيد دكتورة، ولكن أحيانا ضيق الوقت وسرعة الحياة خلينا نروح فورا للشيء الجاهز. نتشكر حضورك لليوم الدكتورة منال الخياط، شكرا لإلك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها، شكرا للإطلالة الحلوة. شكرا لإلك ويعطيكي ألف عافية. الصبايا الجميلات. شكرا لحضرتك.